والصلاة على محمد وآل محمد. نحن الآن في منزل المعتقل الشاب حسن البقالي الذي سلمت السلطات العمانية وسلطات البحرين بعد اعتقاله وتوقيفه في مطار عمان الدولي. لا زال منذ 13 يوم ولا زال الشاب حسن والمواطن الشاب حسن معتقل في مبنى التحقيقات. نحن هنا لنتضامن معك كمرصد وحدوي كجمعية الوحدوي ونطالب السلطات بتمكين أسرته من زيارته أو الاتصال أو نقله من مبنى التحقيقات. أتينا لنتضامن مع هذه الأسرة الذي وجدنا فيها الألم والقلق الكبير على مصير ابنهم الذي لا زال منذ 13 يوم وهم لا يعلمون مصيره شيء سوى اتصالين أو ثلاثة. اتصال هذا اليوم أقلقهم كثيرا حيث لم يستغرق الاتصال أكثر من 10 ثواني كما سمعنا من أهله، مجرد سأل عن والدته وتم قطع التلفون. لا نعرف ما هي الأسباب ولكننا نطالب السلطات بما فيها وزارة الداخلية إذا لم يكن الإفراج عن حسن البقالي فتمكين أسرته من زيارته والاطمئنان عليه. نحن هنا لنتضامن مع هذه الأسرة ونتضامن مع المعتقل حسن ونطالب السلطة بتمكين أسرته من زيارته والاطمئنان عليه. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله.